السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي المغاربة، أنا فريمون فرحان بزاف على هاد المبادرة وهاد التعاون وهاد اليد اللي درنا كاملين وعاوننا بلادنا. غير أنا عندي واحد 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 بحال واحد الكونسي اللي باش نقدروا نكملوا على هاد على هاد على هاد الخير اللي كنديروا، باسكو دابا كيجي البرد، الناس واخا هم اللي عندهم الغطاء وعندهم يمكن لي طونت داكشي كامل مزيان، مي حنايا مغاربه مسلمين هنا في موزال بعدا كاينين لي سونتر دي فاكونس اللي دابا خاويين، ديال اتصالات المغرب، ديال لا سي ان اس اس، ديال الديوانه، ديال ريجي تابا، بزاف ديال ديال المطار، عندنا كلهم عندهم ديور ناديين كيتخدموا كيتعاملوا غير في لي فاكونس ديال الصيف ولا شي واحد تما فين كيتعاملوا، مي دابا راهم خاويين. في هذا الوقت هذه خاصنا هذوك المسؤولين على ديك لي سونتر خصنا نشوفوا باش نحلوا البيبان ديال هاد لي سونتر، وهذوك الناس اللي دابا مضرورين ومشى لهم كل شيء خصنا نشوفوا نعطيهم فين يسكنوا بعد في هاد البرد على ما نصيب لهم سوليسيون. بالنسبة حتى المغاربة ديالنا هادشي اللي عمرو ما كان، اللي عنده شي دار وعنده شي بيت زايد وبغى يدير الخير مع الله، يجيب عنده اون فامي، وليدة البنات اللي مشى لهم والديهم، او امراه اللي مشى لها الراس، او كيما كان هل يدخل معاه شي واحد جوج شحال ما قد على 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 على, على قد جيبو نقولوا هكا، يقدروا يتعاونوا بهم. ديروا هاد المبادرة من هاد الناس اللي غنعاونوهم دابا، داك الماكلة كتمشي، داك كلشي كيمشي، بالحق اللي عندهم دار فين غيسكنوا مؤقتا حسن. بالنسبة لي أنا واجد نعطي العائلة ديالي تجي تكون عليا في الدار بدون مشكل. اللي بغا يدير هاد المبادرة مرحبا يكونتاكتا ونشوفو تا مع هادوك لي سونتر باش يتعاونوا معنا وتعاونوا مع المغرب كاملين، والمسؤولين فكروا في هذه القضيه، وانا كنظن قضيه زوينه مؤقتا يشوفوا يشدوا الناس ويعطيوهم واحد الدار ولا ماشي يعطيوهم فين يسكنوا واخا يسكنوا معاهم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومازال نقولها واحد المره جو سي فيير نكون مغربي.